أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية ممتدة والدفع بها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك. وأشار سموه إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين في تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وسخه الاهتمام المشترك الذي يتقاسمه البلدان حول مجمل القضايا والموضوعات التي تهم المنطقة وسبل تعزيز الأمن والسلام، مؤكدا سموه على مواصلة الجهود التي تدعم تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من التسهيلات والمبادرات المحفزة بما يعود بالنفع عليهما. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله مع السيدة تريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة في إطار زيارة سموه إلى المملكة المتحدة للحضور كضيف شرف في مراسم تسليم المقر الجديد لمركز الدفاع والتأهيل الوطني، حيث أعرب سموه عن تقديره لمعالي السيدة تريزا ماي على ما تبديه من حرص واهتمام بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة، منوها سموه بدور المملكة المتحدة في حفظ أمن واستقرار المنطقة. وخلال اللقاء جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.